قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي الجراوي إن المؤسسة تتابع باهتمام ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الشائعات التي تتحدث عن سحب 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة في بلجيكا. وأشار الجراوي في تصريح للأحرار إلى أن المؤسسة ستتخذ إجراءاتها بخصوص مذكرة القبض الصادرة من قبل المدعي العام البلجيكي في حق رئيس المؤسسة علي محمود حسن، لافتا أن المؤسسة عملت بهذا من وسائل الإعلام، مؤكدا في الوقت ذاته أن كل إجراءات المؤسسة خاضعة تماما للسلطات القضائية الليبية، وأن جزءا منها نتج عن التحركات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد وزارة الصراعة الليبية سابقا للسيطرة على أموال المؤسسة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من طرابلس المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار الأستاذ لؤي الجراوي. سيد لؤي، مساء الخير. يعني بداية، هناك بعض التوضيحات حول هذا الموضوع، والتي منها ما علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار ببنكي ليور كلير و ABC. مرحبا سيد حمزة، ومرحبا بكل متابعي قناتكم الموقرة. طبعا اخي حمزه، تعاقدت المؤسسه الليبيه للاستثمار مع بنك اي بي سي البحرين كحافظ للاسهم، كما ينص العقد على حق البنك في شراء اسهم من ضمن 84 شركه المدرجه. دور اليوري كلير اخي حمزه هو شراء الاسهم. كذلك وايضا في حال رات المؤسسه الليبيه للاستثمار البيع او الشراء عن طريق اليوري كلير، هذه العمليه كانت تتم قبل صدور قرار التجميد الدولي. إلا أن الأمر اختلف بعد صدور قرار التجميد في سنة 2011، أصبح اليوري كلير يستلم الأرباح ويقوم بتحويلها إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في البحرين. كما نود التنويه أخي حمزة أيضا إلى أن حساب المؤسسة الليبية للاستثمار في بنك بي سي البحرين وليس في لندن كما يشاع. أثناء صدور قرار التجميد قامت الدول الأعضاء بتفسير قرار التجميد بطريقتها. يعني مثلا اللي عندك الاتحاد الأوروبي رأى أن التجميد يخص الأموال المستثمرة ولا يخص الأرباح، وهذا كان بناء على تفسيرات رسمية يعني أخي حمزة من عدة سلطات في عدة دول والتي منها بلجيكا. لذلك كانت توزيعات الأرباح تخرج من الشركة التي تساهم فيها المؤسسة وتحال إلى بنك اليوري كلير، وبنك اليوري كلير يقوم بتحويلها بعد ذلك مباشرة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في بنك اي بي سي البحرين في حسابات غير مجمدة. طيب، أشرت إلى تحويل الحسابات، يعني هل هذا صحيح أن أموال صرفت من حسابات المؤسسة في بنك اي بي سي البحرين؟ الأموال التي صرفت من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في بنك اي بي سي البحرين خلال العشر سنوات لا تتجاوز أخي حمزة 150 مليون دولار، وليس كما يشاع عن الأرقام التي نسمعها من هنا وهناك عبر عديد الوسائل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر بعض الصحف المحلية. للأسف الشديد 150 مليون دولار، هذه الأموال تخص مصاريف وتخص التزامات سابقة على عقود مشاركات نصية وعقود ملتزمة بها المؤسسة الليبية للاستثمار قبل سنة 2011، ومنها مصاريف محامين وبعض المصروفات الإدارية كذلك. يعني إن كل دولار صرف هناك يعني فيه مستند، وأحيلت هذه المستندات إلى ديوان المحاسبة، يعني باعتبار أن الديوان هو الوكيل على فحص هذه المستندات، وإن المؤسسة طلبت كشف حساب وأرفقت المستندات الدالة على صرف المبالغ. وأريد أن أنوه أيضا إلى أن ديوان المحاسبة لديه كل المعلومات وكشف الحسابات أخي حمزة. طيب، يعني أنت ذكرت على موضوع الأسهم، يعني هل لك أن تقول لنا سيد لؤي كم المبلغ الذي استثمرته المؤسسة الليبية للاستثمار في محفظة الأسهم التي أشرت إليها؟ أولا أريد أن أنتهز هذا السؤال وأنتهز هذه الفرصة للإجابة بشكل واضح وصريح، ويجب أن نطمئن يعني جميع أبناء الشعب الليبي بأن أموال المؤسسة الليبية للاستثمار آمنة وموجودة ولم يتم التصرف فيها كما يشاع. المؤسسة الليبية للاستثمار استثمرت 8 مليار دولار في محفظة أسهم عالمية، هذه الأسهم مدرجة في سوق الأوراق المالية، يعني من ضمن 84 شركة، من ضمنها أو من بينها شركة إنيجاز، من بينها شركة يوني كريدت، سيمنز، فودافون، أورانج،
طبعا هذه شركات عملاقة أخي حمزة، والمؤسسة حاملة أسهم في هذه الشركات، وتمتاز هذه الشركات كما تعلم ويعلم الجميع بالشفافية، كما أن نسبة مساهمة المؤسسة تعتبر ضئيلة جدا، يعني تتمثل ما نسبته ما بين النصف إلى 2%، أي بمعنى أن ليس لديها حصة حاكمة المؤسسة، وليس لها تمثيل في مجال إدارة هذه الشركات، فقط تتحصل على حصة من الأرباح إسوة بباقي الشركات حسب مساهمتها في حمزة. تمام. هناك سؤال يعني أريد رد سريع حول هذا السؤال المتعلق بالمذكرة القبض الصادرة من المدعي العام البلجيكي في حق رئيس المؤسسة علي محمود حسن، ما هي الإجراءات التي ستتبعها المؤسسة في هذا الموضوع باختصار شديد سيد وي؟ الإجراءات المتخذة بخصوص مذكرة التوقيف، أولا لا توجد مذكرة توقيف رسمية وصلت إلى المؤسسة الليبية للاستثمار بشكل رسمي إلى هذه اللحظة، وكل ما مثل ما أنتم سمعتم نحن سمعنا عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل الإعلام بلجيكية، عبر وسائل الإعلام محلية، عبر السوشيال ميديا، وأريد أن أوضح أن المسؤول عن هذا الجانب الجنائي في القضايا الخارجية والممثل لها هو النائب العام والنيابة العامة، هي صاحبة الدعوة الجنائية أخي حمزة. نعم. وردًا على أريد أن ردًا على الحملات الإعلامية التي تسوق بأن أموال المؤسسة ضائعة وتم سحبها في هذا الصدد، يجب أن يفهم الجميع أن أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في أمان، والذي يشاع كلها عبارة عن ابتزازات من الجانب البلجيكي، وهذا أريد أن أوضح. يقولون بأن سبب هذه المذكرة التي قام المدعي العام البلجيكي بإصدارها هي نتيجة أو لسبب بأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود لم يرد على تساؤلاتهم أو عندهم أسئلة معينة لم يتم الرد عليها. طبعا احتراما لسرية التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وجهوده المبذولة بالخصوص، لا يستطيع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الإجابة عن أي تساؤلات التي يرغب الجانب البلجيكي، ويقول نتيجة عدم الرد تم إصدار مذكرة التوقيف لأن لم يتم الرد عليها. هذا يعتبر ابتزاز، وهذا لا يليق بدولة مثل بلجيكا. وضحت الفكرة. أن المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار سيد لؤي الجراوي، وكنت معي عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك.